يقول الرسول عليه السلام: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، فلا يدخل حليلته الحمام بالحاء المهملة وليس بالخاء المعجمة، شتان بين خليلته وبين حليلته. الحليلة هي الزوجة الحلال، أما الخليلة فهي الصاحبة المخادنة. فلا يجوز بنص هذا الحديث للزوج الغيور على دينه وعلى أخلاق زوجته أن يسمح لها بدخول حمام السوق. لماذا؟ لأن هذا الحمام تكتشف فيه العورات. وهذا الحكم قد يظهر بادي الرأي أنه يختلف مع تمام الحديث في الفقرة الثالثة: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. أي هذا الخطاب للرجال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، يعني بما يستر به عورته. لكننا نقول بناء على الآية وعلى الفقرتين السابقتين من الحديث نفسه أنه إذا ظهر وعرف بأن الحمامين الخاصة بالرجال أصبحوا، أعني الرجال، يستهترون بالأحكام الشرعية ولا يتسترون بالستار الشرعي، حينئذ يرد المبدأ الأول: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وهنا قصة تروى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه دخل الحمام، وتعلمون يومئذ كان المسلمون لا يزالون حريصين على التمسك بالأحكام الشرعية إلا من شذ منه، ولكنه كان نادرا، والنادر لا حكم له. فتروى هذه رواية أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله دخل الحمام يوما فوقع بصره على أحدهم في الحمام وقد كشف عن شيء من عورته، فأغمض الإمام عينيه فقال له ذلك الرجل مستهترا به: متى أعمى الله بصرك؟ قال: منذ أعمى الله بصيرتك. فأبو حنيفة كما هو ظاهر يغمض عينيه لكي لا يقع بصره على عورة، أما ذاك لا يبالي بمعصيته لربه، لذلك قال له: منذ أعمى الله بصيرتك. فالمسلم إذن خلاصة الجواب: أي مجلس فيه معصية لله فلا يحضره. وهذا باب واسع جدا، من أوضحها مثالا الأعراس التي والحفلات التي تقام الآن، فهي لا تخلو من مخالفة شرعية جلية صريحة، ولذلك فلا يجوز حضور هذه الحفلات
ولو كان حفلة أب أو أخ أو أخت، لأنه لا يجوز للمسلم أن يداهن في دين الله أحدا ولو كان من محارمه.